بسم الله الرحمن الرحيم. آية من القرآن الحكيم، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. قسم من الناس هؤلاء ما عندهم فلوس، يقول هل الأثرياء البخلاء ما يخمسون؟ إذا الله يعطيني فلوس أخمس أنا، وصار ثري وما خمس. قسم منهم يقولون هذول أصحاب المناصب الرفيعة أو غير الرفيعة، لماذا ما يقضون أشغال الناس؟ شنو يصير عندك لو تقضي أشغال الناس؟ بعدين هو يصير صاحب منصب رفيع ما يقضي أشغال الناس. وكذلك بالنسبة إلى سائر قطاعات المجتمع، قسم من الناس هكذا، فلما آتاهم من فضله بخلوا به. قلت لي الله أعطاهم ملك، أعطاهم ثروة، أعطاهم منصب، أعطاهم علم، نسوا ما عاهدوا الله عليه. الإنسان دائما يجب أن لا ينسى الله في السراء وفي الضراء، وفي السراء أكثر. بالنسبة إلى قراءات الأسبوعية، ذكرنا اليوم ونتم شيئا من في هذه الليلة. القراءات الأسبوعية في الحقيقة كلها زينة، ومو لازم إلا كبار وآباء يأخذون قراءة أسبوعية، حتى أنت بإمكانك تأخذ. على كم واحد إحنا قاعدين؟ أفرض 60 واحد، 60 قراءة تزيد في البلد. كل واحد يأخذ قراءة في بيته، فرد خطيبياتي ليلة الجمعة، سبت، أحد، اثنين، ثلاثاء، أربعاء، خميس، صباحا، عصرا، عصر الجمعة، صبح الجمعة، عصر الخميس، فرد وقت يأتي هذا القاري اقرأ 4 كلمات، نصح، إرشاد، موعظة، هداية، شاي، كل ما يصير ربع دينار، لأن 10 يجون كل واحد 5 فلوس، 10 فلوس شاي، 20 يجوا كل واحد 10. خطيب اللي يعطي دينار ونص يعطي دينارين، يعطي كل شهر يصير 8 دنانير فلوس، يعني مال تنظيف السيارة هذا. لكن فيها بركة وفيها خير وفيها ألفة. الأب يقعد والأم تقعد والولد يقعد والشباب يقعدون. الأصغاد عبد العزيز الله يحفظه كان عنده قراية، إحنا بيت ممتلئ من الشباب، ولازم كلهم آباء وكل واحد منهم أمهات. حسين الكويتي كان عنده قراية، كل غرفة يمتلئ شباب، كلش دين وقع. وهذا فيه خير، خير الدنيا وخير الآخرة. أما خير الآخرة فثواب، وإن قطرة من الدمع، ماكو حديث، وإن قطرة من الدمع لتطفئ بحارا من النار، مثل القنبلة الهيدروجينية. الدموع هنا تعمل عملها هناك عمل القنبلة الهيدروجينية، يعني مو مهم، مو بعيد من لطف الله تعالى أن القطرة الواحدة من الدمع تطفئ بحار من النار. هذا ثوابه في الآخرة. وأما فائدته في الدنيا، اجتماع، نصح، تفسير قرآن، تاريخ، موعظة، مسألة شرعية، أصول دين، أخلاق، فضيلة، تقوى وما أشبه. شكو أحسن من هذا؟ الاجتماع يتقوى الاجتماع أصلا. هلا قلت الآن هنا أفرص 60 واحد، أكو شباب، كل واحد يقيم في بيتهم، أكو غرفة عندهم في غرفته، مش مهم هذا الشيء. 60 قراية، تدري ايش كثر؟ كل قراية فرضنا 20 واحد يحضرون، مو أكثر، 60 في 20 ايش كثر يصير؟ 1200 إنسان يستفيدون فلوس بس. هذا حجي أحمد أشرف الله يحفظه في بيته مقرأة كل ليالي بعد الجمعة اثنين كذا، ايش قدر يصير حلو، يجون يستفيدون يسترشدون، هم معتهم اجتماع، نسائهم، رجالهم، فضيلتهم، تقواهم. حجي أحمد عاشور عند قراءة أسبوعية، عبد الرضا عاشور عند قراءة أسبوعية، وأصدقاء الآخرين الذين عندهم، لكن هذا قليل في الحقيقة. أنا أذكر في كربلاء القرايات اللي كانت على أقل تقدير كل ليلة 150-200 قراية، أقل تقديرها، لأن أنا هناك أروح على قرايات، ثم قراياتي هناك
منظمة يعني من أول الليل قراية وبعدين قراية وبعدين قراية بعدين قراية وهالشكل. حتى أنا أذكر أحيانا 9 قرايات في ليلة واحدة كنت أروح من بعد الصلاة إلى ساعة 12 بالليل. الله يرحم الشيخ عبد الزهرة أو سيد مرتضى أو سيد كاظم أو واحد آخر في الصدري وخطباء بكثرة في كربلاء كانوا. أنا ما كنت أدري منهم. فهذا الشيء في الحقيقة يقوي أواصر الاجتماع. فرد واحد من الأصدقاء من ألمانيا كان جاي في العراق هذا القصة. سألت من قلت إيش عجب ألمانيا الغربية مصير شيوعية بينما في ألمانيا الغربية الحزب الشيوعي مباح، يعني الحزب الشيوعي الآن في الكويت محظور، في إيران محظور، في سوريا محظور، في مصر محظور، أما في ألمانيا الغربية حزب الشيوعي مباح قانون المباح، وحزب شيوعي أكو ومجلة شيوعية وتجمعات شيوعية وكل شيء، يعني بكل صراحة الدعوة للشيوعية. قلت إيش عجب أن بلادنا تكافح الشيوعية مع ذلك تنتشر الشيوعية، بينما بلاد ألمانيا الغربية لا تكافح الشيوعية مع تنتفاح الشيوعية، ومع ذلك ماكو شيوعيين هناك أبدا، أصلا ما يصلون حتى كرسي في البرلمان ما يصلون إلا نادرا نادرا. قال ها السبب. أنا سألت من كان جاي من ألمانيا الغربية، قال الحقيقة مثل ما تقول هناك عندهم فرد حرية أكثر من الكفاءة. قال مثلا جملة من أمثال حريتهم، حرية المظاهرات عندهم، حرية المجلة، حرية الجريدة، حرية في الجامعة، كل الحريات عندهم. قال من جملة مثلا أنه كبريات صحف ألمانيا الغربية مثلا أحيانا تهاجم الشيوعيين، الشيوعيين يكتبون ضد هذه المجلة منشور ويجون على باب إدارة المجلة يوزعون المناشير على الناس على باب الإدارة، يقفون باب الإدارة 4-5 شيوعيين يجون كل واحد يطلب أو يطلع يطوف المنشور باب تحديا لا يعني إلى هالحد هذا حرية الحكومة بتقول ما يخالف لا بس حرية الصحافة أكو عندنا، حرية النشرات عندنا ماكو مانع. قال سبب الكلام في هذا الموضوع، قال السبب هناك في ألمانيا الغربية من نفوسهم ما يقارب 60 مليون، يقول هناك الكنيسة مسيطرة على كل شاب وشابة باستثناء الذين يدخلون في الحزب الشيوعي، الذين يقطعون صلتهم بالكنيسة. قال الكنيسة مسيطرة سيطرة كاملة، الكنيسة تقول كل إنسان مو مسجل اسمه في الكنيسة ولا يحضر الكنيسة فعقده احنا مو مستعدين نعقده، الكنيسة لازم تعقد مثل هنا القاضي لازم يعقد، وكل إنسان اسمه مو مسجل في الكنيسة رجلا أو امرأة إذا مات لا نحضر تجهيزه وتشييعه، بينما الكنيسة لازم نحضر التجهيز والتشييع مثل هنا مغتسل. وفرض فرد واحد مات في موته المغتسل وين يغسل؟ مجبورين يغسلوه في بيوتهم، في بيت إنسان يتمكن يغسل ميت في بلد متحضرة أيضا. أو فرد واحد الآن راحوا إلى كل المحاكم قالوا احنا منعقد شو يسوي عنه؟ وكل واحد ما يدفع ضريبة إلى الكنيسة أيضا محروم. هذا من ناحية، من ناحية الثانية ناحية التبليغات الهائل اللي عندهم. قال من جملة التبليغات في الحقيقة غير شيء هائل، ولا أول مرة كنت أسمعه وأنا من هذا الرجل، يقول أنه الكنيسة توزع رجال الدين توزيع بتنظيم بهذه الكيفية. كيفية شنو؟ الكيفية أنه الكويت فرضا أكو فيه 1000 شارع مثلا للأفلوط، شارع الاستقلال، شارع الشريف الرضي، هذا شارع وشارع الكورنيش، وروح شارع 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 وفرض في الكويت أكو 1000 شارع. يقول الكنيسة، هذه الكنيسة تقول هذول 1000 أخندية محمد، إبراهيم، أحمد، علي، باقر، صادق، هذول 1000 أخندية من أخندية الكنيسة في كل بلد هالشكل. يقول هذول موظفين كل واحد من هؤلاء الأخندية لشارع من الشوارع، شو يسوي هذا الموظف في الشارع؟ الأخندي الموظف في الشارع مجبور أن في يوم من أيام الأسبوع يأتي إلى باب بيت بيت، يدق الباب، يدق جرس في أوقات خاصة بطبيعة الحال هم يعرفون، يعني مثلا عصر بالليل أوقات اللي الناس مو مشغولين، يدق الجرس يجي فرد واحد
يقول تحتاجون تبليغ؟ قد يكون البيت يقول ما أحتاج تبليغ، يروح. قد يكون البيت يقول إيه أحتاج تبليغ، يدش. هو الأخوند الكنيسي، القيس أو ما أشبه، كاردينال، أي رتب اللي كان عنده. يدش هذا البيت. يدش هذا البيت في غرفة. من أكو في البيت؟ مو مهم. بس زوجة، زوج، ولد، أب، أم، ما أشبه. أي شيء اللي يقدمون لهم لهذا الإنسان الجاي يخطب، وأي شيء اللي يأكل هو، وأي شيء اللي هم يشتهون. شو فرد واحد يحب يعطي شاي، فرد واحد يحب يعطي كل شيء، مو مهم. هذا يجي فرد ربع ساعة، عشر دقائق ينصحهم، يرشدهم عن المسيح، عن كذا، عن شنو، في أمان الله. بيت ثاني يدوب وعلى المعدل. فقال كل شارع تحت نظره، أخندي مسيحي أو عدة أخنديين، ماكو فرق في هذه الجهة. أن يكون أخنديا مسيحيا إذا شارع صغير، إذا شارع كبير شم أخندي. فقال هذول بهالسبب أصلا شيوعية في ألمانيا الغربية، والتي أن الشيوعية فيها مباح ولهم حرية كاملة، لا تلقى إلا أعداد قليلة من الشباب المغرورين الذين دخلوا في الحزب الشيوعي، لا أكثر ولا أقل، لأن هؤلاء مزودين من صوب كنيسة، من صوب بيوتهم، من صوب نشراتهم، ثم عندهم منظمات للشباب. فرد واحد أنا جاءني في العراق شفته، قال أنا داخل في منظمة الشبيبة المسيحية، وقال أعضاء هذه المنظمة 10 ملايين في مختلف بلاد ألمانيا، وقال حتى خارج ألمانيا عندنا إحنا أفراد 10 ملايين. وأنا شفت هذا الشيء في الكويت، أنقول لكم قصة حية أنا رأيتها في الكويت. فالشباب من شبابنا شوية انحرف إلى المسيحية، هجم إلى الخارج، وانحرف عن المسيحية. أقرباء جاءوا إلي وقالوا تكلم معه حتى يرجع إلى الإسلام. نحن تكلمنا مع الشباب في جلستين، 3 جلسات، كلش كلام مفصل وقصة مفصلة قبل سنة، سنة ونص، مو هواي. حتى الحمد لله من الداخل أبو أمه وأقربائه، من الخارج معانا تكلمت وياه، بالضغط وإقناع اقتنع على أنه يرجع عن المسيحية، ورجع بالفعل. بعد ذلك نفس الشاب نقل لي، أحيانا يجي هنا بالليل، يعني كل 3 أشهر 4 أشهر يجي عندنا هنا. هو الشاب نقل لي، أنا فرد مرة شفته قلت له زين، بعد ماكو شيء عندك كذا هالقبيل، قال لا ماكو عندي شيء، لكن قال الكنيسة ما تجوز عن حاله. شلون الكنيسة ما تجوز عن حاله؟ قال أنا من جيت للكويت، فرد مرة رحت الكنيسة، هو خريج أمريكي، خريج له لا بأس به، يعني شهادة ومن هالقبيل. قال فرد مرة رحت للكنيسة هنا في الكنيسة الكويت، هذه الكنيسة اللي في الشارع. قال رحت هنا، يقول بمجرد رحت قالوني أنت منين؟ شنو؟ شنو شهادتك؟ شنو دراستك؟ وين تشتغل؟ منو أبوك؟ منو أمك؟ شنو رقم بيتك؟ هالأشياء في أيام اللي هو منحرف بعد أول ما جيء من أمريكا. يقول أنا أعطيتهم كل شيء. يقول إلى الآن كل أسبوع يدزون وراي. مرة واحدة أنا رايح للكنيسة فقط، لكن إلى الآن كل أسبوع، الآن يوم الأحد أعطهم عطلة، يدزون وراي إما تلفونيا أو منشوريا أو قاصد، وكل منشوراتهم يدزون إلي، وكل احتفالاتهم يدعوني، مع العلم أنا فرد مرة واحدة رحت للكنيسة. وهذا شاب حي يرزق موجود في الكويت، ولكن طيب هو كان مغرر به. فهالشكل هم يحفظونهم. الشيوعية تتمكن أن تشتغل في الظلام مو في النهار. الفساد هم نفس الشيء، الفساد يتمكن أن يشتغل في الظلام، فإذا فضح الظلام وصار نور ورأيت هذا عقرب مو فلوس تتجنبها. هذا لا شك، هذا الشيء. فإذا قلناه مو نقول على أنه آخر وثواب، آخر وثواب صحيح، هذا لا شك فيه، وإنما الكلام في الدنيا وفي الحفظ، أن الإنسان كيف يحفظ نفسه. دائما الإنسان الذي عرف الطريق هذا ما يروح أعوج، قليل أكو هذا الشيء، يعاندون يعرفون الطريق ويروحون أعوج. هؤلاء السواق في الطرق يروحون أعوج ما يروحون، لكن إذا ما يعرف الطريق يروحون أعوج. إذا نحن عرفنا الطريق، آباءنا والحمد لله رب العالمين هؤلاء عرفوا الطريق، ولذا قليل من الآباء تجده في فساد أو في انحراف، لعله بكل 10,000 لا تجد 5.
من الآباء والأمهات، لكن الكلام في الجيل الذي انقطع، جيل الآباء كان جيل متسلسل، يعني يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه ثم أولادهم ثم أولادهم ثم أولادهم إلى آباء، متسلسل. لكن كلام مو في الآباء، آباء عندهم طريقة خاصة في الحياة، فاهمين الإسلام، الفضيلة، التقوى، ما أشبه، ويسيرون على هذه الطريقة. الكلام في الشباب الذين لا يعرفون في الحقيقة، الشاب أما أبوه وأمه ما يتمكنون عليه، لأنه ملأوا دماغه في المدرسة وفي الصحف وفي الإذاعات والتلفزيونات أن هؤلاء جيل متأخر وجيل متخلف وجيل خرافي، فمو تحت سيطرة الآباء الأولاد. وترى كثير من الآباء أصلاً ولدهم يحبوا يجي على الغداء يجي على العشاء، ما لا يأتي على الغداء والعشاء أصلاً. واقع كثير كثير من الآباء ابنه في المدرسة بعد الظهر يجي صاير وقت ما صاير وقت، يأكل أو يأكل بالمطعم أو بسندويش وفرشي، وراح على ويا أصدقائه على البحر أو راح للنادي أو ما أشبه. ثم بعد ذلك ساعة 12-11 من الليل يأتي، هؤلاء الجيل اللي تشوفوهم بالصيف على البحر، شوف كم واحد منهم شيبان حقيقة. إذا 20,000 شاب لا تجد فيهم 100 شايب. شايب هو مطيع لله، مصلي، صايم، رايح على حسينية، ماكل، شارب، وبعدين نايم، وصحر اللي هو يصلي صلاة الليل وصبح صلاة الليل. لكن هذا الولد الشاب اللي على البحر، مو على البحر حرام، لكن الكلام في الانفلات، هذا الانفلات يسبب شنو؟ يسبب انفصال الأبناء عن الآباء، هو منفصل، فلا يمتلئ ذهنه ولا تمتلئ ذهنيته عن الأخلاق والإيمان والصدق والأمانة وما أشبه. والذهن لابد أن يمتلئ، لأن الذهن مثل المعدة، المعدة تحتاج إلى الطعام والذهن يحتاج إلى الطعام. إما طعام صحيح يصير صدق، أمانة، وفاء، حياء، صلاة، صيام، صلاة رحم، بر الوالدين، ما أشبه. وإما الطعام غير مناسب، تلفزيون وصور خلاعية وحب وجريدة ومجلة. فرد واحد من الآباء كل اللي يجي عندنا هنا يقول ابني ما يجي هنا، يقول لي إلي قبل يومين 3 أيام، يقول بعدين في رحلة فتشت في خفية في كبثه، شفت أغاني 16 شريط أغاني، أغاني خليعة ولا مربوط، هذا هو طبيعي بعد. أنا شفت الولد وقلت لازم تيجي وكذا، بعض الليالي يجي نادر لكن يجي، وأبوه هو أبوه طيب كلش طيب ومن أصدقائنا وكذا، ويجي هنا على طول الخط وبالصلاة وكذا. فصار لجيل الشباب انفصال، مو في الكويت، في كل العالم أجل. فإذا كانوا هؤلاء الشباب تحت نظر المنابر والحسينيات والمساجد والوعظ والإرشاد، جيل مثقف مستقيم. وإذا ما كان هذا الشيء، إما ذات اليمين وذات الشمال، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لما نزلت هذه الآية المباركة، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خط خطا مستقيما، قال هذا هو الخط المستقيم الموصل، ثم خط إلى جانبه خطوط من نوع من نوع من نوع من نوع، قال هذه كلها خطوط منحرفة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.